بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا بعد لحظات إن شاء الله ستنشب وتعزف طبعا على مسامعكم طبعا النشيد الوطني المغربي هنا بساحة الاستقبال. الصفراء وجبال الودادية الأخصاص. إذا مباراة تطمح الندية، مباراة جميلة، مباراة في القمة بين طبعا فريقين عريقين، فريقين قويين، الكل يطمح طبعا إلى شد الرحال وإلى السفر إلى المدينة الغالية مدينة ورزازات. اما بالنسبه لطبعا تشكيله اشبال الوداديه الاخصاص الذين فضلوا اللعب في هذه المباراه بالالوان الزرقاء الداكنه المائله نحو السواد، طبعا هناك رقم 12 عزيز ازكور، رقم 9 احمد حميطوش، رقم 10 طارق بوقاربه، رقم 3 سليمان بن سعيد، رقم 7 صلاح الدين بزكارن، رقم 8 حفيد اخزان، رقم 4 كمال ايت عبد الله، رقم 2 يوسف الزهير، رقم 1 هشام الشجيع. وهنا محاولات خطيرة ولكن الحارس هشام الشجاع يتألق في هذه الكرة الماضية وبالتالي ينقذ مرمى من هدف محقق بعد التسديدة القوية التي جاءت من جانب فريق تمحروش سيدي إفني. إذا قلت رقم 11 زكريا بجديد، رقم 6 معاد المكيل، ورقم 1 أحمد أزكار، وعند المدرب هناك رشيد عوني والحسين أيد المغايس. إذن أيها النظارة الكرام نذكركم بأن هذه المقابلة النهائية طبعا التي تجمع بين فريقين عريقين، ممثل سيدي إفني فريق بلدية تمحروشت أو بلدية سيدي إفني فريق تمحروشت، وممثل طبعا إقليم سيدي إفني، وبين المنتصر في مباراة الفاينل البارحة بين ميرلفت والأخصاص. طبعا الأخصاص تمكن من الانتصار وبالتالي مباراة في هذه المباراة النهائية. إذن مباراة جميلة تنتظر وينتظر المنظر الكرام أن يشاهدوا مباراة الأحلام، مباراة الجمال، مباراة الدلال في ساحة الاستقبال. إذن الآن طبعا هنالك تعليمات جاية من قبل حكم المباراة محمد أفرياض الذي يفرض طبعا أمور التحكيمية بكل معنى الكلمة على اعتبار الخبرة والتجربة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحكم. إذن المباراة ستكون مفتوحة على مصراعيها والمباراة ستكون غاية في الرونق الرياضي والجمال الرياضي. محاولات من جانب الأخصاص، الأخصاص يحاولون المباغة والمرور والتشيعات، هناك محاولة مرور تعود في نوية من جديد، يا سلام، لكن إلى الدفاعات الأخصاصية. الأخصاصيون طبعا لعبوا مباراة جميلة جدا خلال يعني أول أمس وبالتالي سيحاولون أو هل بإمكانهم أن يقوموا بنفس الدور الذي قاموا به ونفس المهمة أمام طبعا ممثل مدينة ميرلفت. إذا نذكر كذلك بأن الفريق الذي سينتصر في هذه المباراة سيلعب يا إما مع فريق ورزازات أو فريق الراشدية، وذلك في القاعة المغطاة بمدينة ورزازات بمدينة طبعا الجنوب الشرقي للمملكة المغربية السعيدة. إذا ساحة الاستقبال من جديد على موعد لاستقبال كل المحبين وكل الجماهير وكل النظار الكرام الذين يشتاقون ويتوقون إلى مشاهدة مباريات الجمال والرونق الرياضي والإبداع الكروي. إذا المباراة مفتوحة على مصراعية بين ممثلي بلدية الأخصاص وممثلي بلدية سيدي إفني. إذا المباراة غاية في الجمال، مباراة طبعا سيكون فيها شد الأعصاب، ومباراة ستكون فيها ندية وتحدي وعنوان والصمود. تسديدة قوية من جانب الأخصاص، الأخصاصيون يحاولون أن يمرون في هذه المحاولة لكن هنالك القهقرة وبالتالي الرجوع للخلف.
الخلف. محاولة الآن لبناء هجمة إفنوية، على إفنوية يتقدم دامور والتسديدة قادمة لها. إذا يتردد وبالتالي تعود على الكرة الرصاص من جديد، عرضية إلى إفني، محاولات متواصلة من جانب الإفنويين لصد كل الكرات المانعة من جانب الرصاص. الرصاص يحاولون يتألقون والتسديدة لكن ضعيفة، لم تكن على المقاس وبالتالي لم تكن بالشكل المطلوب. يا سلام سلم، مباراة الجمال، مباراة الروعة، مباراة الإثارة هنا بساحة الاستقبال. الكل طبعا يقول من استقبل هنا لأول مرة ولماذا سميت الساحة بساحة الاستقبال؟ أكيد سميت بهذا الاسم طبعا احتراما للمغفورة محمد الخامس الذي استقبل في هذه الساحة لأول مرة والأول زيارة لمدينة تيزنيت، مدينة البيئة، مدينة الإيكولوجيا، مدينة التعايش، ومدينة المحبة، مدينة الود والسلام، ومدينة التي تستقبل كل الأطياف وكل التلاوين وكل المغاربة من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية. إذا نذكر بأن هذه المباراة طبعا مباراة مصيرية جميلة خطيرة، المحاولة دي كانت ولكن أكثر من المقاس وبالتالي تكون ضربة مرمى لصالح الكتيبة الإفنوية. إذا قلت نزال، الكل طبعا يحاول أن يدخل في هذه المباراة ويكون في مصاف الأبطال وفي مصاف النجوم الكبار. إذا الكل يسعى إلى النجومية في هذا الدوري، الدوري الذي تقيمه وتنظمه شركة لوكس ترانسبور أو الشركات الحافلات الخضراء، حافلات النقل التي طبعا تقدم خدمات جليلة للساكنة سواء بإقليم تيزنيت أو كذلك بإقليم سيدي إفني أو بكل الدوائر والمداشر والجماعات القروية والدوائر المشكلة لكلا الإقليمين، ليس فقط طبعا بمنطقة سوس مسا ولا كذلك بجهة وادنون، وإنما أيضا بالجنوب الشرقي هنالك بالراشدية ووارزازات، بالإضافة إلى وسط المغرب وشماله من خلال طبعا إقامة خطيرة، تسديدة جميلة كانت لكن لم تجد طبعا طريقة إلى الشباك في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات. إذا قلت هناك طبعا مجموعة من المنابر الإعلامية التي تاب إلا أن تحضر لتغطية أطوار هذا الدوري الجميل، الدوري لوكس ترانسبور، مرفوعة جميلة خطيرة، والحارس الرخصاصي طبعا بالمرصاد أحمد سكوير، أو طبعا هناك طبعا محاولات خطيرة خطيرة خطيرة. والركنية، الركنية إذا من جديد لصالح الودادية لصالح الرخصاص. إذا الرخصاص في هذه الليلة طبعا يواجهون البعمرانيين ابناء عاصمه ايت بعمران. ان طبعا افني هنالك محاولات جمه خطيره، محاولات مستمره والركنيه من جديد. ماذا يقول حكم المباراه؟ ركنيه ثانيه ثنائيه على التوالي والتهديد لا زال متواصل بحثا عن التهديف. الكره الان افنويه تعود الى الاصفر والمد الاصفر، محاولات مستمره من جانب الرخصاص لكن كلها طبعا محاولات مكسوره مقطوعه من جانب الكتيبة الصفراء كتيبة إفني. إذا ثلاثة لاعبين أمام نامبرتين طبعا من جانب الودادية طارق بقاربة. إذا محاولات مستمرة، تسديدة خطيرة 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 خطيرة. جول ناو 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 ناو. إذا هنالك ضربة جزاء يقول الحكم، ضربة جزاء لصالح الكتيبة الإفنوية. إذا الإفنويون طبعا يتمكنون من الحصول على ضربة جزاء، ركلة حظكم يا إفنويين، هل فعلا ستتمكنون من قول كلمتكم في هذه المباراة أم أن هنالك رأي آخر للمسدد؟ إذا الكل يطرح السؤال، من سيسدد هذه التسديدة وهذه الركلة ركلة الجزاء؟ إذا محاولة إفنوية طبعا نجمت عنها وترتبت عنها ركلة جزاء، وأعلن عنها الحكم السيد محمد أعفرياض. إذا في التنفيذ طه أمين الكوكبي. إذا هل سنشاهد طبعا تسديدة وركلة جزاء في كوكب الأرض أم أننا سنخرج إلى كوكب آخر؟ لعله أن يكون كوكب المريخ أو كوكب عطارد أو الزهرة، من يدري؟ الأوقاف الإلهية سنحاول، هل ستكون إلى الجانب الكتيبة الإفنوية أم سنحط جول 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 جول؟ إننا طبعا نعيش على كوكب الأرض وبالتالي كوكبي. يا كوكبي 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 يا كوكبي
عمراني ولا لا؟ هي وربع عمراني. والله عليك تكون وصلت لي وصلت من هذه لا 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 الضربات بردوا خويا 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 بردوا قاضي ورزازات ويسين قيادات تعود عمي وصلتها يا الله.